القاعدة 56 الشك في العبادة لا يلتفت إليه في 3 مواطن. الشك لا يلتفت إليه في 3 مواطن. ها؟ من يختم لنا هذا؟ ذكر القاعدة لنا. طيب، الشك له 3 حالات لا يلتفت إليه في 3 حالات. الحالة الأولى إذا كان وهم لا يلتفت إليه. الحالة الثانية بعد الفراغ من الفعل، انتهيت من العبادة، ها صليت 3 ولا 4 لا تلتفت لها بعد الفراغ. الحالة الثالثة إذا كثر الشك، أطبق عليك صليت توضأت غسلت اليد غسلت الرجل صليت ركعة سجدت ما سجدت كثرت وتركها لا تلتفت إليها. قال الشيخ ابن عثيمين والشك بعد الفعل لا يؤثر وكذا إذا الشكوك تكثرون.